وحول طبيعة ما يجري على الساحة السياسية التونسية ينضم إلينا من تونس مراسل الغد ياسر دبابش. ياسر، إذا السبسي والنهضة أصبح لا واحد ولا سياسة بعد 5 سنوات، حسب المحللين السياسيين ما معنى أن تتخلى النهضة حسب طلبها؟ هكذا قال الرئيس السبسي عن الرئيس التونسي. نعم داليا، بعد التحية، يعني العديد من القراءات السياسية والتحليلات لما جاء في كلمة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في خطاب مباشر له أو لقاء مباشر تلفزي، تحدث هو عن العلاقة مع النهضة وقال بأنها انقطعت. يبدو بأن حركة النهضة للحظات الأخيرة وفي اللقاء الأخير مع راشد الغنوشي والرئيس التونسي لم يتفقا الرجلين حول يعني مصير الحكومة برئاسة يوسف الشاهد. نعلم جميعا أن اتحاد الشغل التونسي وكذلك الحال حركة نداء تونس قد طلبتا بتغيير وزاري عميق وشامل يشمل رئيس الوزراء، لكن النهضة بقيت متمسكة وعدة تيارات سياسية أخرى بما وصفته بالاستقرار الحكومي. الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ربما كان قد حاول إقناع الغنوشي باللجوء للفصل 99 من الدستور، وهو طلب البرلمان للحكومة نيل الثقة مجددا من عدمها، لكن يبدو أن زعيم النهضة قد رفض ذلك وهو ما أثار القطيعة بينهما. نعم داليا. ياسر، حسب المحللين أيضا، من الذي سيكون الأكثر خسارة بعد هذا الطلاق، حركة النهضة أم الرئيس السبسي؟ نعم، الخسارة وفق عدد من المتابعين والمحللين قد تطالوا الجانبين، ونحن نتحدث أيضا عن تغيير في موازين القوى داخل البرلمان، يعني ربما يكون ذلك هو السبب الرئيسي لتراجع الرئيس التونسي عن استخدام الفصل 99. وأيضا حينما نتحدث عن حركة النهضة والشراكة أو التوافق الذي دام لسنوات والإعلان المفاجئ عن هذه القطيعة على لسان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الذي قال بأن النهضة هي التي أرادت ذلك أو هذه القطيعة. النهضة قبل قليل أصدرت بيان وقالت بأنها معنية جدا حسب تعبيرها بالتوافق، وأنها تحترم قرارات الرئيس التونسي مع تمسكها بالاستقرار الحكومي، وهذا من شأنه أن يعمق حالة الانقسام وحتى القطيعة بين الجانبين. شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات مراسل الغد من تونس الزميل ياسر دبابش.